يو واش الدراري معكم باتريز فيديو جديد. قبل ما نبداو هاد لا فيديو تبغى تابونا ديروا واحد لايك تخلي شي كومونتير يحفزنا كيف العاده والسموحه حتى الدراري حتى تعطلت عليكم. المهم الدراري عندي لكم واحد الخبر فهمتي بخصوص هاد الشيء هذا ما غادي نغبر بزاف نقدر يكون هذا هو اخر فيديو الا ما كانش اخر فيديو غادي نبقى نلوح فيديو تقريبا كل شهر على اساس ان دخل وصلت القرايه وانا هاد العام عندي سيزيام ودير واحد الشعبه اللي فهمتي كتبغي شويه الخدمه وداك الشيء. المهم الدراري المهم اليوم الخوت قبل ما نمشيو قلت لكم واحد الفيديو اللي ناضي بزاف لصحاب البيسيات الخوت. هاد البلان هذا هو كيفاش تبدا تلعب باوائم وحده بحال كتلعب بام 4 ولا ام بي 40 ولا شي بلان بحال هكا. المهم الدراري نوريكم البلان كيفاش كيخدم ومن بعد ندوزو للشرح. المهم الخوت كتضرب غير باوائم وحده كتضرب وكتشطح كتضرب وكتشطح. المهم البلان هذا راه غادي نشرحو لكم مزيان ليك هادشي ما معقد من والو. المهم الدراري نبداو الشرح. الدراري اول حاجه بدا تحتاج هي البلان ديال الرقصه هذا فهمتي. تدخل بارامتر وهذه الرقصه ديرها في اي بلاصه في هذيك الدواره ديال هذه اللي وريتكم دابا ديرها في اي بلاصه في الرقصات اي رقصه بغيتي ديرها فيها بشرط ان ملي تكليك عليها تكون فهمتي تحت الرقصه تكليك عليها دير الرقصه. المهم الدراري ملي ديروا هذا البلان غادي نخلي لكم واحد لابليكاسيون اللي سميتها اوتو هوت كي. هذيك اوتو هوت كي غادي تلقاو اللين ديالها في الديسكريبشن هي والماكرو اللي غادي يخدموا لكم حتى هو غتلقاو اللين ديالو في الديسكريبشن. من بعد ما غتشارجيو اوتو هوت كي وغادي انستاليوها في بي سي عندكم غادي تمشي للسكريبت وغادي تكليكي عليه بالتروات لا قبل الخوت بعدا نسيت واحد البلان ترجع الام اس اي. الدراري ترجعوا الام اس اي وغادي تزيد بوطون على الرقصه اي بوطونه. المهم اي بوطونه كانت بغيتيها ديرها كيف ما كانت ماشي بالضروره تكون قريبه ولا في المهم الاحسن ما تكونش في الماوس حيت ما تقراش لك في السكريبت ديرها اي حرف. المهم ماشي ضروريه يعني ما نخدموش بها باش يخدم لك السكريبت. المهم الدراري نرجعوا نشرح لكم البلان كيفاش. كتكليكي عليه بالتروات هذا السكريبت سميتو صاو اف اف دير اي دي سكريبت ياك. دابا ركزوا معايا الدراري هذيك اف جوج اللي كاينه في الاول اف جوج هي اللي كتوقف السكريبت ياك. هذيك اللي تحتها هي باش تخدم السكريبت. انا درت هذاك البوطون انت ماشي غادي دير بحالو غادي دير اي بوطونه بغيتي جاتك قريبه في الكلافي غادي تخدمها تما تكليك عليها باش يخدم السكريبت. هذوك السند وان بوطون داون هذوك ما تقربوش ليهم غتمشي معايا لهذيك سند اغ داون. هذيك اغ ديالها هي دير ريلورد هي باش كتشارجي السلاح. انا دايره باغ انت كنتي دايره بشي بوطون اخرى غادي تحيد اغ وغادي دير هذيك البوطونه اللي كتشارجي بها السلاح. المهم من بعد كتبان لك انت واحد السي هذيك السي انايا دايرها في الرقصه السي هي تسعود. المهم الدراري انا دير تسعود في الرقصه راه حطيتها تما انت كنتي دير الرقصه بشي حرف اخر غادي تحيد هذيك السي. المهم نتوما في الاولى تقو بي تحيد هذيك بي وغادي دير البلاصه. المهم من التالي تورك على العلامه غيدير لك اونغوجي دير اونغوجيستري وغادي تمشي للسكريبت تورك عليه بالطروات ودير ران سكريبت. المهم غيكون خدام انا ديجا مخدم الخوت. المهم الخوت وهذه هي النتيجه اللي غادي يعطيكم غادي ديروا هذا الشيء اللي قلت لكم بالحرف يعني ما تسكريبتش شي حاجه. المهم الخوت هذا الماكرو هذا غيعاونكم بزاف الناس اللي ما كتعرفش تلعب او اي وحده راه شي حاجه الهربه. المهم الدراري راه قلت كما قلت لكم غادي نغبر على الشين ما غاديش نبقى نحط فيديوهات بزاف غادي يير على بالي شي بلان مهم ويستاهل انه نلوحو غادي نلوح لكم هاد البلانات الخوت. واللي بغى اي حاجه يتواصل معايا في انستغرام اللي تلقاو اللين ديالو تا هو في الديسكريبشن دخلوا عندي الدراري راه كنجاوب كلشي وفي اي وقت. يلا ما نطولش عليكم بيس عليكم الدراري نتلاقاو في فيديو جديد.